إن زيارة أمينة الدولة في الصحة والوقاية زينب بشير موسى إلى آتيا تدخل في إطار المراقبة المنتظمة للأنشطة الصحية. بعد لقاء قصير مع والي البطحاء جمتة بن درقو، زارت أمينة الدولة في الصحة والوقاية زينب بشير موسى المستشفى الولائي لهذه المدينة الذي هو في قيد التشطيب. هذا المستشفى انتهت أعمال بنائه منذ العام 2014، إلا أنه لم يتم افتتاحه بعد لعدم تزويده معدات. وتأمل أمينة الدولة في الصحة أن تتم الترتيبات اللازمة لتدشين هذا المستشفى في أقرب وقت ممكن. بعدها زارت المستشفى الولائي الحالي. هنا ركزت الزيارة على قسم الولادة، حيث تجولت أمينة الدولة داخل العنابر والمرافق المختلفة للقسم، مستفسرة عن الخدمات المقدمة والصعوبات. وشجعت أخواتها وخاصة النساء الحوامل على الولادة في المستشفيات ومتابعة الاستشارات العادية قبل الولادة، كما شجعت أخواتها على المباعدة بين الولادات.